ما زال خبر استعادة الجزائر لرفات 24 من قادة المقاومة الشعبية من فرنسا يتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، لكن ما لفت الانتباه هو أن رفات أحد العائدين ليس لجزائري إنما لمقاوم مصري اسمه موسى بن الحسن المدني الدرقاوي. كثير من المتابعين خاصة غير المتابعين للتاريخ الجزائري فوجئوا بهذا الأمر وبحثوا بالطبع عن هذا الاسم كثيرا، حتى أصبح في اليومين الأخيرين من أكثر المواضيع بحثا على جوجل. فمن هو موسى الدرقاوي؟ عرف موسى الدرقاوي في العقود الماضية بلقب صاحب الجمجمة 5942، ويعتقد المؤرخون أنه وصل من مدينة دمياط في مصر إلى الجزائر في العام 1831. هذا الرجل استقر في مدينة الأغواط وسط الجزائر ولقي استقبالا شعبيا تقديرا لعلمه، وبنوا له زاوية وأصبح له كثير من المريدين بحسب وصف بعض المؤرخين. شيئا فشيئا أصبح هو المستشار العسكري للشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة التي كنا قد تحدثنا عنها في حلقة سابقة. بحسب متخصصين بعلم الانثروبولوجي يعتقد أن وفاته كانت الساعة تحديدا، هم استطاعوا أن يحددوا وقت وفاته وهو 9:30 صباحا في يوم 26 من نوفمبر في العام 1849. تم بعدها تعليق رأسه برفقة الشيخ بوزيان وابنها الحسن وموسى الدرقاوي على أعمدة. طبعا هذه القصة كما ذكرنا في بدايتها تفاعل معها الكثير سواء من الجزائريين ومن المصريين. نبدأ من تيسير والتي كتب معلقا: الحاج موسى بن الحسن المدني الدرقاوي لا تكفيه مقالات ولا كتابات، فمغامراته وسيرته تستحق كتابا كاملا وفيلما سينمائيا. إبراهيم كتب معلقا على هذه القصة: تعلمنا الكثير، أو قصة الحاج موسى تعلمنا الكثير عن الأخوة بين الشعوب العربية وكيف كانت الحياة مليئة بالتضحيات بينهم في ذلك الوقت. أما محمد فقد كتب: أهلا بعودتك وأنت القائل سنة 1834، لمن استعجلك في الجهاد؟ إخواني، قبل أن نفكر في الجهاد يجب أن نحارب أنفسنا أولا ضد شهواتنا التي هي ألد أعدائنا.